ترى فيه ناس قاعد ترسل لي وتسب شونغ. ايوه شوف كذا شونغ يسوي حركات. السلام عليكم احمد وشونغ اكس بونغ. خلوني اعطيكم سالفه باختصار ولا نطول في المقدمه. دخلنا سكواد عشوائي كالعاده وقابلنا شخص كبير شوي في العمر وكنا نحسب الانسان هذا يطقطق علينا. كانوا في ناس في البث المباشر جالسين يرسلوا له رسائل على السوني واحنا جالسين نسمع اصواتها عنده. فكان يقول لنا في ناس ترسل لي مين هذا ومين هذا وانتم شو اسمكم لان العالم بيجي تزعجه. فاحنا نحسب انه يسوي نفسه مجنون وما يدري ان احنا جالسين نبث الان وقاعدين نصور واحنا يوتيوبر. الزبده قعدنا نسلك لين ما وصلنا قبل نهايه الجيم. ابيكم تشوفون وش اللي صار واتمنى تستنسون. مقطع اليوم لطيف كذا وخايف اتمنى يعجبكم غير عن المعتاد. واذا عجبكم ما تقصروا معنا بضغطك على زر اللايك والاشتراك. واذا بدك تدعمني السكس بي. تنويه بسيط معليش قطعت عليكم المقطع يا جماعة. أنا راح أسافر لمدة 3 أو 4 أيام ومجهز لكم قصة بتنزل لكم المقطع الجاي. ففعل جرس التنبيهات واشترك إذا أنت مشترك. وغير كذا بالسفرة هذه راح أغطيها بالسناب. بقابل سعد وناصر وبيكون في فعاليات إن شاء الله. أتمنى المقطع يعجبكم. السناب بيطلع قدامكم. صوروا الشاشة الآن. تعقدت من شونغ وشن كذا وتعقدت. يا أخي فك كلام ذا شونغ الكريه الله يقطع مني ترى وش. منو هذا؟ واحد كريه. لا يا اخوك الناس اذا مو موجوده لا تتكلم فيها. يا رجال ما اقولها بوجهه وبرا ظهره بعد. يا اخي واحد زلع وثقيل طينه وكل مره لا وبغير يصارخ مزعج. اي والله خلاص وصلنا لمرحله ما عاد نقدر نستحمل. كل ما كان قلقونا بشون بشون بشون. واطي صح واطي؟ لا ما توصل لنا واطي. لا ما توصل لنا واطي. لا ما توصل. هو دام خوينا هذا اللي اسمه اس 6 بي يتكلم فيه فاتوقع انه واطي. شكلكم تبغون يعطيني بث ميوت صح؟ يا شباب لا مو لهالدرجة. محشوم هو محشوم ان شاء الله انه محشوم. بس النزل. اتوقع انه محشوم هو. ما تعرف واحد اسمه سويلي. ست مرة بلوعة. يغلط علي انا. طلعت انت المشاهير. اللي عندكم صدق من اللي عنده قناة؟ اذا دزنا الجيم سوي سحب حق متابعينك وانا اعطيك الجائزة. يا وش الجائزة؟ اللي تبي شنو؟ عندك جيب لكسز؟ لا جيب لكسز على اللعبة لا عندي بها. طيب خلاص طيب خلنا طيب. والله جد والله تبي تتأكد؟ بس على شرط. ها شرط بسيط. أيوة خلي بنتي صغيرة تلعب معها. بنتي صغيرة تلعب معها نلعب معاها الحين جيم نفوز نفوزها. بس بخليها تشغل اليوتيوب عشان تشوفكم عشان تأكد إنك أنت يوتيوبر. إيه ما تدري والله. شوفين ريم. اهلا السلام عليكم ريم كيف الحال كذا. ها ريم ها كلمي ريم. السلام عليكم تسمعيني؟ كلمي انصدمت. طيب خلني ارسل لك اضافه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا ريم. ريم انت تعرفين تلعبين ولا نوبه؟ اقول الصدق فنانه. اشوف انا غير سكني. خلا عادي. بلبس زي كريم عادي. بلبس زيك. وين سكن حق بابا؟ حط سكن يشبه بابا. في سكن يشبه بابا. هذا لا هذا سكن ما يشبه بابا. هذا انا ريم. شوفي هذا انا عندك. هذا انا عندك. فين الصحن؟ عمري ريم التعزيزي وعزي. عليك معلك معلك معلك. ريم شكلي بموت معك ريم. لا سعد سنة صنع. اسطورة. معلك معلك ريم معلك معلك. دليني زيك. شوفي هذا. هذا احمد. هذا اسمه احمد صديقي شونغ فنان ما شاء الله عليه. احمد ايوه انا احمد ريم. كيف الحال ريم؟ جبت لك هدايا اليوم انت لا خير. تعالي تعالي ريم انا اقفل عليك اقفل عليك. لا تتحركين لا تتحركين. روح الله يسر عليك. امي خلاص خلص. ريم الحكي لي ريم عندك قهوة؟ ريم الحقي ريم عندي واحد. جا روح يذبح يجيب لنا شاهي من عندك. ترك ريم. ما يموت. اذبح ريم. يا عمي.
فنانة يا ريم، تعرفين تلعبين؟ اوه جديدة سنايبر. ايوه سنايبر. تعال 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 سبعة سبعة تعال خذي هاش فيك سنايبر. اوه بانكيو ويلكم يور ويلكم ومانتيساس يور برو بلاير ها بروفيشنال. تعال 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 تبي نكسة؟ شنو عندي نكسة؟ ايش عندك نكسة؟ تعال 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 شنو عندي نكسة؟ ايش عندك؟ تبي تبي؟ ها الله من وين شريتيها؟ أنا سرعتها من وين عند الناس؟ عندنا قلبلر 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 عندنا إيه عندنا قلبلر تبي تبيني؟ خبيت 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 قفل لها جايين قفل لها قفلت لها وبطل فهم مع شوي كلكم نبي هذا هو رعيها دورة قدرة هذا هو رعيها نمي وين قلبلر وين قلبلر هذا هو رعيها والله نخلق عطني اها فيني اها تبي تبيني عيال عيال انا مت انا مت انا مت انا سكرت لا والله يقطع شكلك انت واحمد هي حرام انك ما تاخذها يا ابو فايز احمد احمد ها احمد موجود موجود احمد قول قول انا سكرت تبي سكار احمد يقرب له ثانيه ما احمد ما اعطوني يذمك اعطني تقصر تكفى ناصر ناصر تكفى ناصر رجعها تكفى ايش تبغى؟ اقلبها لحقتي اقلبها الثانية تكفى حقتي والله حقتي تكفى ناصر ناصر ايش تبين ناصر لا طالب ناصر لا طالب ناصر ايش تبين يا ريم؟ اصبر ريم اعطيني موارد اقسم بالله اعطيك ابني شيء يا احمد والله اعطيك ورب العزة ورب العزة ورب العزة ورب العزة ورب العزة ورب العزة يا اخي حلفت بالله ارمها اقسم بالله انك ورع ورب العزة لا تغلط مع الاطفال هذا هذا لا تقفلين لا تقفلين الله عمل عيب يا اخي اللي في امه عادي تعطينا طقات السود ما قومت يا سعد الحمد لله بغيت اموت سعد ايش في امه الحين بقومها انا قاعد اسكت 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 يا ناصر اطلع اقرب روح اركض شوف 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 بعد احاول ترى مو راح عندها بغطيك 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 روح احمد روح روح اسطوره روح 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 هي روح روح والله ما معي موارد اسطوره الله لا يوفقكم انتم اللي يو ساتر اسطوره ما اقدر ابني شيء يا عيال الله لا يوفق شو توكي انا مت انا مت كم واردي كم واردي كم واردي واردي كله ذبحني ذبحني اعطاني ما بقى له واحد ما بقى له واحد ما بقى له واحد سكر سكر انصر استغل الجلابر معك ما لا تضيع الموارد يا ناصر تكفى يا ناصر انا اقول الجلابر ايوه سلام الله يسعد امك معك رنش في سمكة ورا لي في سمكة ورا لي سمكة عند الطاقي معك ورد معك ورد طول السمكة طول السمكة طول السمكة طول السمكة طول السمكة اسكعها حلو معك ليش ضدك ثلاث ضدك ثلاث ضدك ثلاث ها اثنين دو واحد سولف هذا 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 متربص 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 مدمج 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 ما سوى كذا لانه مدمج في ناس واج تكفى يا تطولها معاه على موارد تكفى ولك دوره تحتك بالضبط سمع موارد خلصت خلصت ايش في زين كذا ابي انا والله يا ابو امك وات ذا بقرب 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 اطوها معه خذ موارده ايش فيك يا عيال عمري ريم اسطوره خلها ممتاز كلماتها الشيطان الشيطان ايش شيطان بس مو بنا من عندك بس عندك بس شيء بس كذا مع ناصر والله ما كان تربها في ضيع قدام 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 واحد يسرع يسرع بالتات بالتات واحد داري داري اسمعهم خلاص يلعب يلعب خلاص سهله سهله مره يا عمري يا عمري يلا يا ريم هذا هو الفوز ميه سبعة يا عمري شوف الرقص هذا لعيونك كريم شوف الرقص هذا لعيونك اسطورة كفو والله ان انت مصطورة يا ريم الو ايوه يا حبيبنا ما قصرت والله الله يخليها لك بس لا الله يجزاك خير وبالنسبة بالنسبة للجائزة والله العظيم من المتعة اللي لعبناها الحين انها تسوى 100 جائزة فاحنا متنازلين عنها
احنا بنسوي جائزه من عندنا لا تسوي انا عشان متابعينك والله مو عشان ما تقصر والله انك وافي يا ابو ريم وما قصرت صراحه لكن انا زي ما قلت لك مو عشانها هي لما لعبت معاها شوف 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 انت تؤمن بالله صح تؤمن بالله والله العلي العظيم اني استمتعت بالجيم اكثر من الجائزه وان هالجائزه ما تسوى 1% من الجيم اللي لعبناه الحلو هذا فالله يسعدك ويخلي لك بنتك ويجزاك خير على اللي تبغى تسويه ما قصرت هذا بس انا ابي منك شغله زين اوكي زين ابي منك شغله زين اوكي شغله خلاص ابرسلها انا زين عرفت وانت سوي فيها كانها تعتبر دعم مني انا بسويها من عندي اعتبرها سلامة يلا ريم مع السلامه بنروح ننام باي مع السلامه ايوه عين نام ايوه الحين نام انا عندي صلاه الجمعة يلا تسلم مع السلامه يلا مع السلامه يا امان الله يحفظك مع السلامه الله يحفظها ما شاء الله السلام عليكم مره ثانيه زي ما ذكرت نهايه المقطع يا شباب في جوائز انا زي ما وعدتكم لكن مني انا يا احمد شيء بسيط اللي تقدمونه لي راح اوزع في السناب عندي عشوائيا باذن الله اليوم اذا اجتمعت مع الشباب روح تابعني هناك وانتظر مني السنابات شكرا لكم الله يعطيكم العافية مع السلامة اشوفكم في القصة بإذن الله